لمساحتنا القانونية، واليوم رح نحكي عن التعديلات الأخيرة حول حق حضانة الأطفال والتعديلات الأخيرة عليه بالقانون السوري. أكيد التفاصيل رح تكون مع ضيفنا بالاستوديو المحامي أحمد دعبول. كل عام وأنت بخير ويسعد صباحك. بخير، ينعاد عليكم. أهلا وسهلا، والحب يا رب. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. موضوع الحضانة موضوع كثير مهم، يمكن دائما في خلافات بتصير وللاسف بيصير انفصال بين الزوجين، ودائما مثل ما بنقول الضحيه هي الاطفال، مع مين بدهم يبقوا؟ صحيح. كيف فيني انا احصل حقي؟ دائما المراه بتتعرض لضغوطات نفسيه ماديه جسديه للتنازل عن هي الحضانه. في كثير اسئله ممكن تدور باي امراه هلا عم تشاهدنا، خلينا من البدايه نعرف قانون الحضانه شوي ونحكي عن بعض تفاصيله. هلا بدايه الحضانه نحن عندنا بالقانون السوري طرق عليها العديد من التعديلات. صحيح. نحن نعرف القانون الناظم لامور الحضانه او الطلاق او الزواج هو مرتبط بالشريعه الاسلاميه لحد عظيم يعني بهالموضوع هذا، وصار في العديد من التعديلات اللي هي كانت غايتها الاساسيه قبل حفظ حق الزوج والزوجه اللي هي اكيد حقوق بالنهايه مواطنين، لكن حفظ حقوق الاطفال وحقهم بالتنشئه والتربيه والتعليم والكل ما يضمن تنشئتهم تنشئه صالحه. لكن بنلاحظ التعديل الاخير الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2019 اللي هو عدل العديد من مواد قانون الاحوال الشخصيه، وفي منه يعني نسفها نسف بما يحقق المصلحه لصالح الزوج والزوجه وبالدرجه الاولى الاطفال. اللي تواصلت من خلال يعني المطالعه السابقه لقانون الحوادث الشخصيه السوري، اللي هي كانت مثلا الحضانه هي للام ثم ام الام، كانت هي من اهم المواد عم نحكي لها بالحضانه. صحيح. الام بالدرجه الاولى ثم ام الام. لكن الماده 139 اللي تعدلت بالقانون رقم 4 صارت للام ثم الاب ثم ام الام وان علت ثم ام الاب وان علت. لهالسبب هذا يعني هي فعلا كان بمحل المشرع السوري لما حصر حق الحضانة بالدرجة الأولى للأم ثم الأب، يعني لو كانت أم الأم اللي هي جدة الست رح تحافظ على المحظوظ، رح تحاول تحقله، لكن لن تصل إلى مرحلة اللي هي ممكن تحافظ مثل الأب، الأب اللي فيه عنده شعور الأبوة والعاطفة الأبوة والسعي الدائم المستمر حتى يعطي من روحه ليحقق مصلحة أولاده قد ما كان في عندها العاطفة هي الأم. لكن هي أهم تعديل كان بهالموضوع هذا، هي تحولت من الأم بالدرجة الأولى الأم ثم أم الأم، صارت الأم ثم الأب فوريا. هذا كان الشيء يعني فعلا نقلة نوعية بتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري اللي بيعطي الأب حق الحفاظ على أولاده وتنشئته اللي ممكن يحقق مصالحهم بالدرجة الأكبر. هي بتضل الأم الطفل، وخاصة يعني سن الحضانة اللي حددته المواد القانونية عطايا الأم، هو فعلا طفل بيكون بهالمرحلة هو بحاجة للأم. حتى حتى المشرع ممكن بعض الآباء يكون يقول لا ليش الأم أول شيء، الأب هو الأولى، الأب هو اللي عم يصرف الأب، لكن حتى المشرع لما توخر رعاية بهالمادة هي للأم أول شيء، هي لتحقيق مصلحة المحضونة. نعم. طيب أستاذة، شو هي الشروط اللي حددها القانون للحاضن حاليا بعد التعديل؟ هلا من أهم الشروط اللي من حيث المبدأ العام هي حماية المحضون. كل الشروط هي اللي هي العقل مثلا، يكون بالغ عاقل راشد، البلوغ، الامانه، الاتحاد مع دين المحضون، عدم وجود مرض معدي او ساري من الامراض الخطيره على سبيل المثال ممكن تؤذي وجود المحضون فيه، عدم ارتكاب جنايه او جريمه من الجرائم الواقعه على الشرف، الاهتمام والقدره على الاهتمام ورعايه المحضون بشكل امثل، من سبع شروط حطون. اشترط شروط اخرى بالزوج والزوجه هي على الانفصال، مثلا الزوجه هي عدم الزواج برجل اجنبي، تكون خاليه من زواج اجنبي، ممكن ياثر على المحضون، حتى الزوج اشترط عليه شرط خاص كمان اللي هي وجود من النساء من يتمكن من رعايه المحضون، انه اكيد الزوج رح يكون عنده عمل، هذا العمل قد يؤدي، قد يكون طويل، قد يكون يؤدي لاهمال الرعايه بالمحضون، اشترط فيه انه يكون يوجد لديه من النساء القادر على رعاية المحضون إضافة إلى الزواج، اللي هي كلها تتمثلت ونصبت في مصلحة الطفل المحضون. نعم. طيب خلينا نحكي شو هي يمكن المشاكل الشائكة اللي دائما بتواجهكم بهيك قضايا، يعني دائما بنشوف مثل ما قلت ببداية حديثنا أنه فعلا عندنا قانون نحن جميل جدا، وإذا بدنا ننفذه على أرض الواقع فعلا هو لمصلحة مثل ما قلنا الأطفال، بس دائما في مشاكل مع بداية الانفصال آخر يعني أول سنتين، دائما في مشاكل مشان الحضانة والأولاد، وبعدين بتلاقي في حالة سلام. شو أكثر المشاكل الشائكة؟ يعني لما أحيانا بتلاقي في ثغرات مثلا مش بالقانون، الأب بيخلقها ليقدر يسحب أولاده، نفس الشيء الأم، أنا ما عم أقول عم نحكي عن العلاقة هي الأساسية. هلا بحد ذاته الطلاق هو مشكلة، وبالاخص اذا في اطفال، يعني اذا بدي احكي انا خلينا نحكي مو بس بالمشاكل وبحل المشاكل. الطلاق بحد ذاته مشكلة اذا كان في اطفال، يعني كثير احيانا بيجي انه
في اطفال، اذا في اطفال يعني حتى انا دعوتنا من استلمها انه حرام، حاولوا تصلحوه، معلش تعال حالك شوي بالنهايه صار في طفل، هلا انت مالك مضطر اخي اذا الشخص شريكك ما له مناسب لك قضي كل عمرك معه. لكن اذا في طفل لا مضطر صار في روح بين ايديك اللي هو ابنك. المشاكل اللي فعلا بتكون مزعجه جدا وسيئه جدا وسلبيه جدا لما بصير في طلاق وبيكون في اطفال بصير يحاول كل طرف ياخذ الحضانه. صحيح، هي وخلق المشاكل لحتى تماما احد اهم المشاكل. يعني هون بعتبرها هي المشكله، هي مشكله اخلاقيه. يعني للاسف احيانا احنا بيجي ممكن لعنا حدا اللي استاذ انا بموجب المواد اللي حكينا عليها قبل شوي الحضانه للام لحد عمر 15 سنه ذكر كان او انثى بانه استاذ انا بدي اخذ الحضانه، شو مسقطات الحضانه؟ كيف بدي اخذ الحضانه؟ انا جاهز اسوي اي شيء، جاهز لفعله. يا اخي ما بصير، قانون وحق وبالنهايه مصلحه ابنك. انا برايي هون المشكله هي مشكله بدماغ الشخص. انت يا اما حافظ حاول تستوعب زوجتك وهي تستوعبك، يا اما مو ترتكب شيء غير اخلاقي بس انا لحصل حق المحضون لحتى يكون تحت رعايتي. هي المشكله بعتبرها هي مشكله اخلاقيه بالاساس. ممكن يصير هو يطلع مشاكل، هي تطلع مشاكل، هو يصير بالتفاصيل بشكل كبير، في تفاصيل ممكن يصير يقصر. مثلا نحن القانون حد مثلا نفقه الاطفال ممكن يصير يقصر وهي بحد ذاتها النفقه غير قادره بسبب الغلاء المعيشي الفاحش اللي عم نعيشه حاليا نحن، وهذا عم يسعى لتعديله ممكن تماما وتعدلي وتعدل صار في مبالغ مقارنه بالسابق جيده تماما. هي رغم كل التعديلات بس نحن عم نحكي عن ظروف اقتصاديه تماماً وغلاء معيشي فعلا يعني سواء بيعطي الاب 8000 ولا 10000 ولا 20000 هو غير قادر على رعايه محضون حتى لو كان لساته بيبي غير قادره. صحيح. ممكن يصير الزوج يلعب على هالتفاصيل هي ليحصل حق الحضانه وهذا شيء سيء. يعني بالنهايه لو انه كل شخص عنده الثقافه القانونيه والمجتمعيه والاخلاقيه اللي بتخليه يعرف انه المحضون الطفل او الطفله الموجود قدام امه هو افضل له، هو يقدر على رعايته ويأمن له سبل الرعاية سبل المعيشة الجيدة، هيك بيحافظ على الطفل المحضون. نعم. طب خبرنا بما أنه ذكرت أنه في حالات يسقط فيها حق الأم عن الحضانة، وخبرنا عن العمر كمان اللي بقى بتوقف عنده الحضانة، في الطفل يختار بس يصير بعد ال 15 سنة يمكن مع أي طرف، شو الشروط اللي بتكون موجودة؟ في شيء قانوني؟ هلأ أول شيء من ناحية العمر القانون رقم 4 لعام 2013 حدد هو العمر 15 سنة للذكر والأنثى تماما، وبالفقرة الثانية قال لا خيار للطفل بين والديه، ما في خيار ومن خيره، لا لا ما في خيار، ممكن مصلحة المحضون ممكن يجي من الأفضل على الرعاية، لكن السن هي للأم حتى عمر 15 سنة. اللي ممكن يخلي إسقاط الحضانة، شروط مسقط الحضانة، من كمان سبع شروط مثلا بلش بفقدان الأهلية. إذا كان الشخص عم بيعاني مرض عقلي من عدم قدرة، ممكن يكون أي سبب من فقدان الأهلية، هذا سبب من أسباب إسقاط الحضانة. الفساد والفجور إذا كان في شيء غير أخلاقي، كان في شيء ممكن يأذي الطفل بتربيته، سبب من أسباب إسقاط الحضانة. الامتناع عن تعليم الطفل، شخص بده يشغل ابنه أو مرة بده يطلعه، امتناع عن تعليم الطفل سبب. السفر، مجرد واحد يسافر كمان سبب من إسقاط، حكينا عليها قبل شوي. السفر من أسباب إسقاط. تعذيب، التعذيب اللي خارج عن الطور العادي اللي ممكن، الضرب المبرح المؤذي سبب من اسباب اسقاط الحضانه. هذول كلياتهم في حال توافر منهم طبعا دعوى اسقاط الحضانه بقانون سوري هي دعوى كثير دقيقه وكثير يعني تحتاج ياخذوا ادله واثباتات ممكن تكون ملفقه. يعني لا تعتمد مثلا اي واحد بيجي بيقول لك انا ضربته ضربه ايا كان، هذا شيء خطا. وهي دعوى دقيقه على القاضي لما بده يحكم فيها بيحاول يستجلب كافة الوثائق والدلائل الرسمية التي لا تقبل الشك حتى يوصل إلى درجة من درجة اليقين ليعطي حكم بإسقاط الحضانة. طيب خلينا نحكي مثل ما قلت بداية حديثنا، في ضغوطات تمارس من أجل بقاء الأطفال إن كان مع الأب أو الأم. كأم أي أم عم تتابعنا يمكن هي عم تتعرض لضغوطات نفسية مادية كتير من التفاصيل اللي بينلعب عليها مثل ما قلنا ببداية حديثنا، كيف فيني أنا أحمي أولادي وحافظ على حضانتهم إذا كان فعلا الأب مثلا قادر يشتغل على هاي التفاصيل؟ لأنه عم نشوف كتير من الحالات كمان هيك مؤلمة، يعني الأم بتحاول تحافظ على أولادها لا عم ينشغل على بعض التفاصيل. مثل ما قلت بيجيك كتير من الناس بتقول لك كيف فيني أنا أسقط الحضانة يعني الأم بدي الأولاد، أنا كأم كيف فيني حافظ عليهم قانونياً؟ قانوني العلم بالقانون، تعرف كل الأسباب اللي حكيناها قبل شوي اللي هي مسقط الحضانة مقوم فيها، وأنا يعني ما بدي أجزم على حد التمام، لكن 90% من جميع النساء الحاضنات اللي صار في مشاكل زوجية بيناتهم وأدت إلى الطلاق وحالياً حاضنة ما عندها المشاكل هي السبع الحدودية المواد القانونية ما عندها إياهم. لكن أنا بعتقد حتى تحفظ حقها هي الرعاية التامة،
عدم وجود فعلا يعني حتى القانون حتى كان في القوانين السابقه قد يكون احيانا عمل الام هي سبب اسقاط الحدث اذا كانت غير قادره على الرعايه، لا التعديل الاخير لقانون الحوار الشخصي انه عمل الام اذا كان الى حد ما وهي قادره على رعايه المحضون ما له سبب اسباب اسقاط الحضانه، لكن هي العلم بالقانون اللي هي انا مو بس بموضوع الحضانه باي موضوع كان عندنا نحن وناقشنا عده مواضيع هي العلم بالقانون، انا ما في داعي اقوم بكذا، ما في داعي اتزوج مثلا، كثير احيانا ممكن يجينا نحن حالات غير الزوج، الزوجه انه انا بدي اتزوج وشخص غير عنا حق الحضانه طبعا اذا كان غير قريب محرم لكان طيب انا كيف بدي احافظ على حق الحضانه؟ للاسف احيانا عم يجيني امهات مثلا انه هن متزوجين وما عم يرضوا يثبتوا زواجهم بشكل رسمي في الدوائر القانونيه بس مشان تسقط الحضانه. طيب القانون لما عم بيشرع قانون ما بحاله الزواج كيف بيكون القانون اذا بدنا نعرفه للناس اكثر؟ حسب شو بحال الزواج أفوالي. يعني اذا الام بدها تتزوجه وما بدها تخسر اذا كان هذا الزوج غير قريب محرم من المحضون قد يكون سبب من اسقاط الحضانه طبعا بدعوى مستقله طبعا، لكن حتى القانون لما عم بينص على مواد قانونيه هي بالدرجه الاولى لمصلحه المحضون ومصلحه الزوجين. الامتثال للقانون هو الطريق الامثل لرعايه المحضون، لانه القانون لما عم يحط هو لا عم بحابي رجل ولا عم بحابي مرأة، هو عم يراعي مصالح الجميع. لهالسبب هذا انا برايي الامتثال للقانون، يعني اذا انا صار عندي سبب من اسباب انا بدي اسافر بدي اخذ اولادي، يا اخي القانون بيقول لك لا لازم بالنهايه انا بدي اسافر، كون انا كزوج متفق انا وزوجتي بعد او طليقتي على اني سافر واخذ اولاد، بالنهايه انا ممكن يصير معي شيء ببلد راح يتغربوا راح يتشردوا راح هون بضل في عندي اقارب في عندي اخوه الي اخوه الها، راح دائما القانون هو الحل الامثل لعلاج كافه المشاكل في اي موضوع، واهم المواضيع اللي برايي انا اهم موضوع قانون هو موضوع الحضانه لانه يتعلق بروح وتنشئه ورعايه طفل ما بيجوز من مهده ومن مرحله الحمل حتى تنشئته للرعايه التامه. نعم استاذ احمد، اليوم بهيك خلينا نحكي بالختام بعد التعديلات اللي صارت على قانون حضانه الاطفال، اليوم شو بتنصح ك يعني حدا خبير قانوني وعم تاخذ كثير من المشاكل، يمكن كل حدا عم بيراجعك الاخطاء الشائعه ينتبهوا لها؟ هلا كلمه انا صدقا بقولها لاي حدا بيجي لعندي بموضوع طلاق او حضانه، اتقوا الله في اولادكم، الله اللي هو المحبة والسلام والرعاية والاهتمام المحبة الكاملة، اتقوا الله فيه. ممكن ما السبب صغير، ممكن ما القصة صغيرة، أنا رح دمر حياة طفل، رح دمر مستقبل كامل كرمال مشكلة قد تكون حتى كبيرة، حتى ما بيقول مشاكل صغيرة حتى تكون يعني كثير أحيانا بيجينا أسباب سخيفة ما بدي أحكي فيها، حتى مشاكل كبيرة، اتقوا الله في أولادكم، المحبة هي الأساس، الحب هو الحل في كل شيء. صحيح. لما تحب زوجتك تحب ابنك رح تغاضي عن زوجتك، لما تحب ابنك رح تغاضي عن زوجك، الثقافة بشكل عام القراءة بشكل هي بتنمي أفق فكري للزوج أو الزوجة يساعده على تخطي المشاكل لرعاية الطفل. خلينا نقول لو انه في زواج لكن في حال استحالة الحياة الزوجية اللي هي سبب من أسباب الطلاق بالقانون السوري، خلينا نسوي نحن زوجين بموجب وثيقة رسمية يصير في مشاكلة، من زوجين رسميين للحفاظ على الأطفال، ما بدي منك شيء ما بدي بس خلينا نحافظ نحن امام هالطفلين لعمر معين قادر على الاستيعاب وقادر على حل مشكلاته بنفسه وانا منشئ له نضج فكري قادر على التوازن العقلي. هون انا ممكن نحن ننفصل نشوف كل واحد حياته لكن فتره معينه باعتباري انا اتخذت قرار في مرحله ما بالطلاق خلينا نحافظ بعلاقه مساكنه ما بدي ما في حقوق واجبات بس هالطفل هذا نضل امامه زوجين ابو وام. حديثنا خلص معك ووقتنا خلص بس قلت نقطه كثير مهمه، اهم شيء هن الاطفال هن امانه في اعناق الاب والام، لهيك لازم نحافظوا عليهم، ومراعاه الاب والام مع بعض نفسيا هي بتنعكس اساسا على تربيه الاطفال. نتشكرك اكيد على وجودك. اهلا وسهلا. شكرا لوجودك معنا وكل عام وانت بخير.